السلام عليكم عملاء مول القبطان. النهاردة جايين لكم بطقم الأركوباركس اللومونارك الفرنساوي، 66 قطعة، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، بيدخل الميكرويف وغسالة الأطباق وبيقبل درجة الحرارة عشان الميكرويف، وده التكوين بتاعه. برضه هنفتحه مع بعض ونشوفه. بصوا التصميم ده كده معايا، حاجة كده ما شاء الله. التصميم بتاعه مقسم لتلات أجزاء، واخد حرف جولد وبرضه اتطبق عليه الختم بتاعه المنارك. الديزاين بتاعه كده ملقط شيك جدا، وده معانا 6 طبق مسطح كبير، ممكن نستخدمه مثلا للرز او استخدامات المطبخ بقى زي ما انت عايزاه. وبرضو يعني بصوا كده معايا شيك جدا ما شاء الله. طبعا المنارك مش محتاج ان احنا نوصفه، هو بحاجة بيتكلم عن نفسه اصلا. ومعانا برضو 6 طبق مسطح وسط شيك جدا، ممكن تستخدميه لكذا حاجة على حسب ما شاء الله. يعني زي ما بقول لكم، هو اللومنارك اصلا مش محتاج ان انا اوصفه ولا اتكلم عليه، هو وصف نفسه اصلا. الستايل بتاعه بجد شيك جدا. ومعانا 6 طبق غرف للطبيخ مثلا، ممكن تستخدميه طبيخ او ايا كان بقى مثلا على حسب استخدامات مطبخك. وده معانا 6 طبق للجاتو، برضو زي ما بقولك ممكن تستخدمي كل حاجة، انا بديكي استخدامه وانتي متاح ان انتي تستخدمي اي حاجة زي ما انتي عايزة براحتك. شوفي الديزاين بتاعه شيك جدا، وبرضو مش ده بس اللي موجود، متوفر منه اشكال تانية كتير جدا جدا، حوالي 15 او 20 شكل، ممكن نبقى ننزلها لكم في الكومنتات. وبرضو معانا 6 طبق او بولة مثلا، ممكن تستخدميه للسلطات او المايونيز، صوصات كده يعني، وكاتشب برضو الحاجات دي. وكمان معانا برضو سلطانية، حاجة شيك جدا ما شاء الله، بجد بجد يعني هيغنيكي ان انت تجيبي اي حاجة تانية جنبيه. معانا برضو الدورق، ممكن تستخدمي مية او عصاير. طقم مكون يعني تكوينه كبير جدا، وفي برضو السكرية اهي. هيغنيكي بقى ان انتي تستخدمي اي حاجة تاني، يعني اللي انتي هتستخدمي مثلا بالنسبة لطقم العشاء هتلاقيه موجود هنا، والشوبات برضو معاكي 6 شوب، برضو الديزاين بتاعه شيك جدا. هيغنيكي بقى ان انتي تستخدمي اي حاجة تانية، يعني انتي هتجيبيه مش هتبقي محتاجة مثلا انتي بقى تجيبي حاجة تانية معايا، ممكن تجيبي طقم كاسات يعني سوري طقم شوبات مثلا واحد معاه، او طقم شاي برضو، لان ده موجود فيه برضو 6 كوبايات شاي. هنعرضها عليكم دلوقتي اهي، شكلها ما شاء الله شيك جدا، يعني بسم الله ما شاء الله. الطقم بصراحة مش محتاج بقى اي كلمة تتقال عليه، يعني هو لوحده حكاية بصراحة. الطقم قمر جدا ما شاء الله، وزي ما بقول لكم متوفر اشكال كتيرة وكلها ما شاء الله حديثة جدا. وبرضو معانا 6 فنجان للقهوة، بصوا كده معايا على الديزاين بتاعه، حاجة ما شاء الله يعني شيك جدا جدا بجد. في برضو 6 طبق للفنجان القهوة، لما تيجي تقدمي يعني تقدميه عليه اللي انت عايزاه، بس هو ده بيبقى شكله اشيك لما بتقدمي معاه، لما بتيجي تقدمي مثلا لو عندك ضيوف او كده وهتقدمي لهم فيه، بيبقى شكله شيك جدا بجد ما شاء الله. بصوا كده معايا الاثنين محطوطين، بجد حاجة شيك جدا، بس ما شاء الله الطقم يعني حاجة محترمة جدا، والنقشة بتاعته مش اللي هي بتقشر خالص او بيحصل لها اي حاجة، وصحي جدا جدا للاكل. عنوانا الجيزة او النمرس، شارع احمد بدوي التجاري، مول القبطان للادوات المنزلية. للتواصل والاستفسار 010-50-171-38 او 010-30-10-7743.